اليوم غادي نهضروا على الشهيد بن بركة، وغادي نوريكم بالضبط فين مدفون الرأس ديال الشهيد بن بركة. قبل ما نبدا بغيت نشكر كل من ساهم يعني لإبراز الحقيقة لا للرأي العام المغربي ولا العالمي، من صحفيين، من الناس اللي داروا دي فيديو نخليهم لكم لتحت باش تشوفوهم باللغة الفرنسية، وحتى للقضاء الفرنسي اللي يعني حاول ولا زال يحاول يومنا هذا يعني من مر 50 عام ديال الاغتيال ديالو انه يبين الحقيقه وينور يعني الراي العام لا العالمي ولا المغربي. اوكي، بالنسبه للناس اللي ما كيفهموش الفرنسيه، انا نحاول ندير لكم واحد التلخيص بسيط ديال كيفاش يعني طرات يعني شنو طرا البن بركه بالضبط، لان هناك تضارب كبير في المعطيات وهي كلها اشاعات. بن بركه كيبقى رمز للحريه والكرامه والعزه والعدالة الاجتماعية، شخصية كبيرة بارزة في العالم، اكتسبت شعبية لا في المغرب ولا خارج المغرب. ما تيقوش الإشاعات اللي كيطلقها النظام المغربي أنه كان مع الموساد ولا كان مع الصهاينة ولا ديك الهضرة الخاوية، وكل من يقول أن الشهيد بن بركة أنه يعني مخزني مثلا أو شيء من هذا القبيل، إلا وعرفوا إما جاهل مغفل أو راه ما مخزن يعني بامتياز. إذا واحد المراجعة بسيطة على قبل ما نوريكم المكان فين مدفون الراس ديالو. نهار الجمعة 29 أكتوبر 1965 مع 12 و4 في بولفار سان جيرمان، وهانتوما غادي تشوفوا الصور، وهذه كلها صور حقيقية. غادي يتقدموا جوج ديال البوليس يعني البن بركة باش 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 يديهم معاهم، من مور ما كان عنده رونديفو مع واحد المخرج افلام عالمي اللي هو جورج فرانجوست. وهو راه كان يعني غير يعني حيله استدرجوا بها بن بركه باش يجي لباري. غرجوا عاوتاني شويه في اللور في الستينات، يعني في بدايه 1960، يعني راه كان واحد اتفاق ما بين محمد الخامس وبن بركة على انه محمد الخامس سيتنازل على السلطه للشعب، وغادي تكون هناك ملكيه برلمانيه، ومشروع الملكيه البرلمانيه راه هو مشروع ديال بن بركة هو اللي كان بداه. واليومنا هذا يعني انتم شفتوا يعني، وهذه حتى للناس الذين يطالبون بالملكيه البرلمانيه انهم يعرفوا راسهم راه ما كاين لا برلمانيه ولا يحزنون، غير يرتاحوا مع ريوسهم. غادي يموت محمد الخامس، غادي يموت مقتول من طرف ابنه الحسن الثاني طبعا، لان الحسن الثاني عمره ما كان باغي يفرق الحكم مع حتى شي مع حتى شي شي لا شعب ولا يعني لا كان ضد الفكره. بن بركة كان مورا غادي يخرج لفرنسا، وبن بركة كانت عنده شعبيه ماشي غير في المغرب، بل كانت عنده شعبيه حتى عالميه، واستطاع انه يعني وعنده حتى لقاءات مع شخصيات اللي معروفه ومشهوره انذاك. كان غادي يترأس واحد الكونفرنس ديال لو تري كونتيننتال اللي كانت فيها شعوب ديال افريقيا يعني و و و و وامريكا اللاتينيه يعني او امريكا الجنوبيه وحتى اسيا. وهنا فين بداو كيبان لهم يعني الخطر في بن بركه، لان هما كانوا يناضلون ضد يعني الهيمنة أو الغطرسة الأمريكية الصهيونية التي تهيمن اليوم على العالم بما في ذلك البنك الدولي وواحد العدد كثير ديال السياسة، تفقير الشعوب والاستولاء على 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 الممتلكات ديال الدول ديالها. هما يعني هما المشرف على هاد الجريمة السياسية هو الحسن الثاني، يعني هو من يعني المسؤول الاول عليها الحسن الثاني، وكان كلف يعني واحد الكوميسار اللي هو العربي الشتوكي الاسم المزور ديالو، اللي هو من بعد غادي يتضح اللي هو ميلود التونسي اللي تعرف عليه الكوموندون طوجي وفرشو وبينو للعداله الفرنسيه، ومستعد انه وهذا ميلود التونسي لا زال يعيش اليومنا هذا في المغرب في الرباط. وهذا الشيء راه كيعرفوا محمد السادس اللي يدير راسو انه ما كيعرفوا شيء، لانه هناك عرقله من طرف النظام المغربي لابراز الحقيقه للراي العام العالمي.
غادي نرجع معكم كيف يعني قتل الشهيد بالبركة. الشهيد هو في المخطط كان انهم غادي يختطفوه في فرنسا. الحسن الثاني كان جند المافيا يعني المرتزقه، والعمليه ساهم فيها حتى المخابرات المغربيه والمخابرات الفرنسيه. كان في المخطط انهم غادي يسخطفوه ويجيبوه للمغرب، وفي المغرب بعد غادي يصفيو ليه الحساب ديالو. ساعة الأقدار أرادت أن تتجه الأمور في مسار آخر، أصدق جورج كوشيش قتلو من بركة، لأن غادي ينوض واحد العراق من موم غادي يجيبو دوك البوليس لواحد الفيلا، وغادي يحس بهم بن بركة وغادي يبغي يهرب، وتما فين غادي يقجوه يعني، وما كانش باغي ناري يقجوه، باغي ناري يشدو من يضرب كيضرب معاهم. الأمور يعني اتجهت إلى أن قتل الشهيد بالبركة. كي كيقولوا هما قتلوا أفقير ولا قتلوا الدليمي، داك الشيء كله كذوب، لأن أفقير والدليمي ما كانوش في فرنسا في ذاك النهار، يعني ما غادي يجيو لفرنسا حتى لا غد ليه نهار 30 أكتوبر. وهما اللي غادي، وأفقير هو اللي غادي يقدم اللي غادي يجيب الراس ديال بن بركة كحجة للحسن الثاني، وهذا بشهادة يعني الطبيب الخاص ديال محمد الخامس، واللي من بعد غادي يولي الطبيب الخاص ديال الحسن الثاني، وبشهادة يعني حتى بوليكات والناس اللي غادي اللي عاشوا داك الشيء وشافوه، يعني حتى الناس اللي ساهموا هذيك المافيا راه كاع دوك اللي ساهموا في هذه العملية كلهم قتلوهم. اللي بقى في فرنسا تقتل في فرنسا من مورا بن بركة بشي شوية، كلهم فضاوهم ولو كيلقاوهم مقتولين كل واحد ومقجوج والى اخره. وهذا تكلفت به طبعا يعني كان المخابرات الفرنسيه، وهذوك اللي يعني كانوا كيعرفوا بزاف ديال الحوايج حاولوا انهم يستدرجوهم، جابوهم حتى هما للمغرب، ومن جابوهم للمغرب يعني قتلوهم ودفنوهم، وانا غنوريكم فين مدفونين حتى هما. يعني اخوان بوريكات ملي خرجوا من السجن ديال تنظيم مارت كيف قلت، هما اللي غادي يتعرفوا وهما اللي غادي يبرزوا يعني واحد الحلقه اللي كانت يعني مفقوده في 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 في, في, في هذا المسلسل ديال الشهيد بالبركة. دابا غادي نوريكم مباشره يعني فين جاء هذا السجن. هو يسمى بالبي اف 3. هذا ثالث سجن، يعني هناك واحد الغلط في لي دوكيومونتير، لان غنخلي لكم لي دوكيومونتير لتحت ديال، لان شحال من واحد غادي يجي يقول لي منين جبتي هذا الشيء نتايا كذا وهذه، يعني انا غادي نخلي لكم لي دوكيومونتير، وغادي نخلي لكم يعني حتى يعني يمكن لكم تشوفوهم وتراجعوهم. وبغيت نصلح واحد الغلط في هذاك الدوكيومونتير، لان هذاك الحي ما كيتسماش بالسويسي، لان هذاك ماشي هو السويسي، لان ها الرباط ها اكدال كي كتشوفوا هذا هو السويسي، هذا حي الرياض. فوق حي الرياض كاين بير قاسم في طريق ديال زعير، طبعا هذه هي طريق زعير، هي هذه اللي طريق الرماني وعين عوده وداك الشيء. قبل من الزفاطي وقبل من الدوره ديال دار السلام كاين حي لي زومباسادور سميتو، هو هذا، وهذا لي زومباسادور. لي زومباسادور هنا هو هذا السجن السري، هو هذا اليوم ها ما تبقى من هذا السجن السري. ها دار البصري، هي هذه دار البصري فين كان ساكن، هذا هو السجن السري. الى جيتي لهنا غادي تلقى دار على الفاسي، هي هذه دار على الفاسي، هذه طريق زعير في الكيلومتر تقريبا هنايا كيلومتر 6 في طريق زعير غادي تلقى سميتو. الزنقة سميتها غو بني عروس، ها هي غو بني عروس. هذا المكان اليوم راه منو نايض فيه الليمون، علاش؟ لانه هما بغاو يغطيو الجرائم ديالهم يعني بزراعة الليمون، ومن البلادة ان يعني هما بقوة الناس اللي دفنوا تما وكيلوحوا عليهم الجير، نفس الطريقة اللي كان حكى لنا يعني كانوا كيديروها في تازمامارت، انه الليمون كيموت ولكن ملي كيوصل الجدر ديالو للجير كيموت مباشرة، كيبدا ياخذ من الجير كيموت. إذا هاد الأماكن كلها اللي كتشوفوها خاوية، هاد الأماكن هادي كلها راها مقابر
مقبرة جماعية فيها نقدر نقول لك هنا حتى المئات ديال الناس، لأن المساحة ديال الطول، هنايا راها تقريبا 200 متر طول، والعرض ديالو 71 متر، يعني تقريبا كتار ونص قل شي حاجة، 14000 متر مربع هذه المساحة اللي كتشوفوا. من خلال يعني المعطيات اللي عطانا بوريكات، الراس ديال بن بركة مدفون في هذا المكان، هذا بالضبط هذا هو المكان فين مدفون يعني بن بركة. وانا اتحدى النظام المغربي انه يخلي العدالة الفرنسية تبحث، لان العدالة الفرنسية تريد ان تبحث هنايا وتحفر وتجبد، ولكن من يعرقل كل هذا، لان هنا كل هذا هو النظام المغربي، لان هنا في هذا المكان هذا كانوا السيلونات. انا غادي نرجع معكم الى 15 سنه للوراء، هاكي كان هذا المكان ها هو، وهنا يعني راه كانوا السيلونات غادي يريبوهم من بعد، وتا هنا يعني راه كانت فيلا اللي كيحولوها الى سجن حتى هي، لانه ما شنو كيديروا هذه كانت فيلا في واحد التاريخ سميتها فيلا بالرامي، كيف داروا في واحد بزاف ديال لي بي اف، حنا براسنا كانوا غادي يكريو يعني الدار من عندنا. رفيت كنت ذكرت هذا الشيء على ما اعتقد فيديو ديال 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 السجن الاخر، البي اف الاخر اللي كنت هضرت عليه وجبدتو. كيشدوا الفيلا كيسدوا ليها كيديروا كيبنيو بالطوب والمرطوب يعني الشراجم، كيسدوا الشراجم البيبان كل شيء، وكيطلعوا السور الخارجي كله كيطلعوا هذا السور الخارجي 3 4 المتر الفوق، باش انه يعني يعني باش حتى شي واحد ما يشوف حتى شي حاجه، وهنايا فين كيقوموا بالمجازر ديالهم. اذا هنا كنقدر نرجع انايا غير 15 سنه اللور، للاسف كون نقدر نرجع ما اكثر غادي يبان لكم ما اكثر، وهانتوما غادي تشوفوا حتى في الدوكيومونتير لتحت يعني الصور ديال 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 يعني يعني الناس اللي صوروا هذا الشيء كله كيفاش كانوا، حتى الشهادات ديال البوريكات، ولازالوا ناس حيين ليومنا هذا كيف قلت لكم، يعني اللي كيعرفوا الحقائق ديال هذا المكان. وهنا هذا المكان راه مدفون فيه مئات ديال الناس مدفونه في هذا المكان هذا، يعني ماشي غير بوري ماشي غير الشهيد بن بركه اللي مدفون الراس ديالو هنايا، هنا راه مدفونين هادشي كل اللي كتشوف، ونفس الشكل طاري حتى في داك البي اف الاخر، لان فاش مشيت طليت على البي اف الاخر لقيتو حتى هو دايرين ليه نفس الشكل، وتا هو اللي مونايض في جهه وفي جوه اخرى اللي مدفون فيها الناس وداك الشيء، يعني راه حتى هما طاري فيهم نفس الشكل، يعني هذا هو اللي كاين الا بغيتو نعاود نرجع معاكم ليه بالزربه، لان هو ها هو فين جا هنا. كاين الحي اش كيقولوا ليه ما يسمى بدار السلام، واحد القصر ديال دار السلام هذا كيقولوا ليه الزفاطي، هذه الطلعه ديال عكراش. من هنا طبعا كيبقى دائما الجولف وداك الشيء، ها فين ساكن مولاهم رشيد هنايا، هو ذا القصر ديال جده، هذه لا ديستي سي كملتي، هذا هو راه هو الجولف كامل هنا الفروسيه وداك الشيء. هنا غادي تلقى طريز المعروف بالطريز، القهوة ديال طريز اللي معروفة في كيكل كيجيو الناس يتنزهو هنايا. هذا هو القصر ديال الشيخ زايد، هذا هو هذا القصر ديال الشيخ زايد. هنا حنا فين كنا ساكنين، مرة أخرى كنبين هذا هو اللي كاين، هنا فين كنا ساكنين، وها المقبرة الجماعية ديال هاد الميضة، يعني هذا ما عرفتش من بي اف كانوا مسمينو، راه هو هذا. راه خاصكم تمشيو توقفوا في هذاك المكان اللي وريتكم في كيلومتر 6.5 في هذيك، راه عطيتكم العنوان وكل شيء، يعني اللي بغى يكرم بن بركة او الشعب المغربي خاصو يخرج، لان هذا السيد راه مات من اجلكم، مات هذا السيد من اجل الحريه والكرامه باش تعيشوا نتوما اليوم، ما تعيشوش في هذا الدل اللي نتوما اليوم عايشين فيه، فهمتيني؟ وعلى الاقل يعني يستحق كل التقدير انكم تكرموا هذا السيد وتخرجوا تحتجوا على النظام المغربي انه يوريكم الحقيقه، كيف هناك واحد العدد كثير ديال الضحايا وديال الناس اللي مازالت كتقلب على العائلات ديالها، وما العائلات ديالها راه كلهم راه غبروهم، وهذو هما الاماكن فين غبروهم المقابر الجماعيه. اول نهار اللي غادي تكون في قيام الجمهوريه ان شاء الله وتكون المحاكم الثوريه، الا واول وحدين غادي يتحاسبوا على هذا الشيء، يعني هما العلويين وكل مسؤول يعني
في هذه الجرائم في حق الإنسان. تحياتي للجميع وإلى اللقاء.